السلام عليكم ورحمة الله. ليس العبرة في أي عمل بالكثرة أو القلة، وإنما العبرة بالإخلاص، أن تكون النية خالصة لله تعالى منذ أن تقوم بالعمل وإلى الممات. اعمل ما شئت من الأعمال الصالحة، ولكن احذر من كيد الشيطان ووسوسة الشيطان ومداخل الشيطان. فالشيطان يعلم علم اليقين أن ما يفسد العمل ويبطله الرياء والمن والأذى، ولو كان قبل مماتك بدقيقة واحدة. فضرب لنا الله مثلا لمن عمل عملا خالصا لوجه الله، ثم وسوس له الشيطان فأبطل عمله وأفسده. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيرغب الواحد منكم ويحب أن يكون له بستان فيه النخيل والأعناب؟ ولماذا خص الله عز وجل النخيل والعنب؟ لأنهما غذاء وقوت وفاكهة وحلوى للعرب طوال العام، ولأنهما يزيد البستان حسنا وجمالا وبهاء، ومن تمام حسنها تجري من تحتها أنهار من المياه العذبة تسقيها وترويها دون كد ودون عناء. فالعيون قد تنضب والآبار قد يغور الماء فيها، أما تلك الأنهار فهي سارية وجارية، وهي زاخرة بجميع أنواع الثمار التي تنفع صاحبها وتغنيه عن غيرها. تأمل معي أخي الكريم جيدا في تلك الصورة، جنة فيها من النخيل والعنب والثمار، وفيها أنهار تجري من تحت الأشجار، وفيها من البهاء والحسن والجمال، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وبلغ صاحبها من الكبر ما بلغ، وضعف عن العمل وزاد حرصه، فهو في حالة لا يستطيع أن يعمل معها عملا جديد، ويزرع زرعا آخر، وينشئ بستان، وفوق ذلك له أولاد صغار، ضعاف، عجزة، بحاجة إلى هذا البستان، فهبت عليه ريح شديدة قوية، وإعصار فيه نار محرقة، فأحرقت البستان، ولم يبقى من البستان شيء. فلا تسألني عما لقى صاحبها من الهم والغم والحزن الذي كاد أن يقتله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وتتأملون، ولعلكم لا تبطلون أعمالكم وصدقاتكم بالمن والأذى والرياء. ونختم بقول الشاعر: إن لم يكن لله فعلك خالصا، فكل بناء قد بنيته خراب. جزاكم الله خيرا. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.